كتشوفوا بها الصوره عناق بين الوداد وشباب المحمديه قبل المباراه، واحد موفق للفريقين. اذا انتم كما كتشوفوا بها الصوره، صوره تذكاريه، الله يخليكم، صوره تذكاريه بين شباب المحمديه والوداد البيضاوي حيث المترو. بدون هذا اذا انتم كما كتشوفوا بها الصوره، هذه هي الرياضه، هذه هي الأخوة الرياضية. قلتيلي أنا محب الوداد، محب. واخا ندعوك بسرعة، السيد شبابي واليوم كيعطي الكفة للوداد. أنا غادي الواقع إن شاء الله. شباب محمدية خوتنا، نعم، وحبابنا، حبابنا وخوتنا، كلشي الفروق الوطنية حبابنا وصحابنا، وتنحبوا الوداد وتنبغي الوداد، وديما وداد ان شاء الله، بطوله وداديه مع مكوينه ومع ايتمنى ان شاء الله. تنبغي الوداد وتنحب الوداد، وديما وداد وشباب المحمديه خوتنا وحبابنا وتنبغيوهم وعزازين علينا. دابا الوداد واش هو القطار في السكه الصحيحه ديالو؟ ان شاء الله، ان شاء الله من هنايا لقدام ما يكونوا مزيانين ونربحوا. مزيان خاصنا يلعبوا، خاصهم يتحكوا، خاصهم يلعبوا، خاصهم تكون الانسجام اكثر، اي تنتازموا مع بعضياتهم اللعابه كاملين. الانسجام مع اللاعبين ومونغوينا، مكوينا مزيان، مدرب مزيان، واللاعبين تاهما مزيانين ان شاء الله. شويه الوقت ونصبروا عليهم، حتى حنايا وتا حنايا تنحبوا الفريق ديالنا وتنبغيو الوداد ديالنا وتنبغيو الرئيس ديالنا وتنبغيو المدرب ديالنا والنادي كامل تنبغيهم، وديما وداد وتنحبوا الوداد. وعاش محمد السادس الرياضي الاول، محمد السادس، وتنبغيو الوداد وتنحبوا الوداد. هذه هي نقطه الضعف اللي كاينه الان عند فريق الوداد البيضاوي. الوداد خصم اللعب، اللعب اللعب ويسمعوا الهضره ديال المدرب ويتبعوا الخطه ديال المدرب. ان شاء الله غنتفرجوا فيهم ونربحوا ان شاء الله، وان شاء الله نربحوا حتى الفروق الاخرى ونجيبوا بطوله ان شاء الله، ونمشيو مزيانين في هذا المسار الصحيح ان شاء الله. وديما وداد وتنبغي الوداد وتنحبوا الوداد. ها هي الوداد في القلب. في القلب. طيب شنو الفريق اللي كيشكل لكم منافسه في هذه البطوله هذه؟ ان شاء الله الفريق الوداد البيضاوي يلعبوا مزيان ويسمعوا الهضره ديال المدرب ويتبعوا الخطه ديال المدرب ان شاء الله، ونشوفوا ان شاء الله البطوله وكاس العرش ان شاء الله حتى حنايا نلعبوا فيه، وكاس العالم الانديه ان شاء الله، ونجيبوا كاس العالم مع الفروق العالميه ان شاء الله. وتا انا باغي نتفرج في الوداد البيضاوي، نطلب اسمنا من هذا المنبر ونشكره ونطلبوا باش نمشي مع الفريق ان شاء الله، وانا تنحب الفريق وود الفريق ان شاء الله، وداد الامه، وداد الامه، وتنبغي الفريق بزاف وتنحبوا الفريق، وان شاء الله باغي نمشي نتفرج كاس العالم باش نفرح ونعز الرايه المغربيه والرايه الوداديه ان شاء الله. وتنطلب ايتمنى ان شاء الله يسمع ما النداء من المنبر، تنطلبوا باش نمشي كاس العالم. انا باغي نتفرج في الفريق ديالي وتنحب الفريق وتنبغي الفريق، تنمشي معاهم ديبلاسما، مشيت لسميتو الفاس، مشيت لوجده وتابع الفريق ديال تنشي معانا مريض، مرض مزمن، عندي السكر وعندي الاعصاب ورجلين، وتنحب الفريق وتنبغي الفريق. كيفاش كتشوف المشاركه ديال الوداد البيضاوي في كاس العالم؟ ان شاء الله باغي نمشي نتفرج فيهم ان شاء الله، خصوصا كاين فرق كبار من الكبار بحال ريال مدريد، بحال سميتو فريق فريق البرازيلي، والفرق كامله، الفرق كامله الله، خاصهم الوداد تربحهم، وخاصهم تربحهم ويجيبوا كاس العالم الانديه ونفرحوا الشعب المغربي والرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس. اش غتقول الجاره ديالكم شباب المحمديه؟ خوتنا هادو، احبابنا هادو، احبابنا وعزازين علينا، وتنجيو عندهم وتنفرحوا بينا
وتيعزونا فوق روسهم. دابا ربحات هذه، ربحات هذه ما مشات خلا. لا 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 ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. اه بغينا حتى هما مساكن، هما ما خايفين من يطيحوا. عندنا مشاكل، عندهم مشاكل، عندهم ازمه مساكن، وخاصهم حتى هما مساكن، حتى هما يفرحوا شباب محمديه. وتا الوداد تا هي تفرح الفريق ديالها، تفرح تفرح شباب تفرح شباب محمديه، وتتفرح حتى الجماهير الوداديه، وجماهير الوداديه والامه الوداديه والعائله الوداديه. وعاش محمد السادس الرائد الاول، الرياضي الاول، صاحب الجلاله محمد السادس. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، وديما وداد، وديما وداد، وديما وداد. تنموتوا، تنموتوا تابعينا. العائله ديال كامله وداديه، كامله وداديه، خو خويا ود خوت وكلشي. هذا خو، لا ما كاينش الرجاويين، ما عندناش الرجاويين، عائله خوتي. خو ما كنهضروش دابا حنا على الرجاء، كنهضروا على الفرق كامله. الفرق راه حبابنا، ما حبابنا فرق، فرق كامله. مغربيه حنا، ماشي الوداد ما عندوش المنافس غير الرجاء. ماشي عندنا، ما عندنا، ما عندنا بلاتي بلاتي، ما عندناش حنايا شعب واحد. مغاربه حنايا تنموتوا على الرايه المغربيه، وتنحبوا الرايه المغربيه. والرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس الرياضي الاول، وتنشكروه وتنحبوه. عاش الملك، عاش محمد السادس، وشكرا هذه القناه. النهار اللي كتكون لعبه فيه الوداد تتعذر عليك انك تجي تفرج فيها في التيران، كتحس تنحس قلبي تيبدي يرتاح، تيبدا يرتاح بالفرحه، وفرحه كبيره. اكثر هي اللي ربحت، اكثر هي اللي ربحت. تضرب البيت، تنتز حدا الجماهير ديالي، وحدا خوتي هذوك الوداديين، وصحاب هذاك سميتو المراد. تنتفرجوا تنتفرجوا في الوداد، وتنبغي الوداد. وعاش محمد السادس، وشكرا لكم، وشكرا لكم. وتنطلب ايتمنى من هذا المنبر، تنطلبوا نبغي نمشي نتفرج الانديه، نتفرج كاس العالم الانديه، وبغيت نتفرج ونعز الرايه المغربيه، ونعز الرايه الوداديه ان شاء الله باذن الله. وشكرا، نشكركم، اشكركم، وبارك الله فيكم. دابا دابا كتشوف رئيس الفريق الوداد البيضاوي، هو اللي عطاني هذه الكروسه، هو اللي عطاني هذه الكروسه، هذا هو اللي عطاني هذه الكروسه. الله يخلب عليه كروسو هذه، الله يخلب عليه، ما ناسيش خيره، ما ناسيش خيره، والله يخلف عليه. وتا هو غادي بمسيره طويله ان شاء الله مع الوداد، اي ان شاء الله غادي مسيره مع الوداد طويله ان شاء الله، ونجيبوا الكوبات ونجيبوا البطولات، ونفرحوا ونفرحوا نعزوا الرايه المغربيه، ونفرحوا الشعب المغربي، ونفرحوا الوداد البيضاوي والامه الوداديه والعائله الوداديه. وشكرا، وشكرا، شكرا، شكرا الوطنيه. اذا هذه رساله جميع الفرق الوطنيه، باش دائما يكون هذا الحب، هذا الحب الجميله، هذه الصوره الجميله. احنا خوت وداد محمديه مراكش، خوا خوا، ما بيناتنا عداوه، ما كاينش مشكل. نعم، ما عندناش مشكل اخويا مع شي واحد. راه هذوك الناس ديال الشغب كيديروا الشغب، راه كينالوا العقوبه ديالهم. اما بعد المراهقين، المراهقين بعد المراهقين. اما احنا يا خويا كنحبوا الفريق، وداك الشيء خاطينا، داك الشيء وكاع اللي كيدير داك الشيء ما عندنا ما نديروا به احنا اصلا. تقولنا على المقابله ديال اليوم شباب محمديه وداد ان شاء الله. راه راك عارف التيران كيلعب 4-1، يا 3-1. هذا الشيء اللي كاين. شوف شوف محمدي، انا ودادي اخو، انا ودادي قديم، انا حنا خاوه خاوه، ما بيناتنا عداوه تفرقه. هي 3-0 ولا 4-1، يا التعادل، لا تعادل، 100% كاين تعادل، كاين تعادل. وهذا ودادي ديالنا، ها هو ودادي ديالنا، ها هو، وهذا محمديه. نعم، ولكن هذا راه قديم معنا في التيران، هذا راه بكري، باقي صغير انا كنت عنده التيران، ولكن مشجعين الاولين هذا، وكنحبوا هاد الناس القدامى، وتنوقفوا معاهم وخارجين معاهم. ها شوف كنوقفوا معاهم وندخلوهم، وديك الشيء تعاونوا معاهم. ولكن غنكملوا المشوار في التشجيع، غنكملوا المشوار ونهزوا في الطوموبيل ديو حتى للدار، وغنكملوا المشوار في التشجيع ان شاء الله. وحنا الوداديين
وداديين ماشي كاين واحد النوع تيقول لك وداديين احنا ما خايبينش. لا والله لا احنا زوينين وبخير وديك الشيء اللي خايبين ما عندهم حتى علاقه في الوداد ودوك الخايبين ما عندهم ذكر الاسماء عفاك بدون ذكر الاسماء ما ممنوع ذكر الاسماء وحنا احنا وداديين بير وتنعتزوا بهذا الفريق وهذا الفريق فوق راسنا والمنتخب الوطني غيكون خير ان شاء الله. طموح ديالكم العام طموح ديالنا هي البطوله ان شاء الله نديو نديو هو بغى البطوله صاحبي كاس العالم بغى البطوله بغى البطوله كاس العالم وبين كل شيء الانديه وبين دابا السؤال اللي كيقول كاس الانديه والبطوله العربيه الانديه راه عندنا شباب يلا طالعين طياره وان شاء الله طالبهم البارسا الرياض ولكن امر نجيبوها غنجيبوها ان شاء الله وديما وداد وديما الوينر تحكم العالم. شكرا هو راس خاطينا المشاكل وداك الشيء وكاع اللي كيقول لك الوداد خايبين الوداد ما خايبينش. الوداد في ظل يتمنى واش هي في السكه الحقيقيه ديالها. ان شاء الله غيكون بدون عاطفه قول لنا لا لا شوف شوف حنا ما تنحكموش الجمهور تيحكم علينا. الجمهور اللي تيحكم الجمع ديال الجمهور وداك الشيء تيحكم. حنا كوداديين بير ماشي وداديين مدرحين ولا حنا وداديين بير. طنطان ضرب سلطان عاصمه الوطن والمدينه قديمه. تحياتي لخوتي شكرا بعد قليل سير الله يحفظك. نبغي الوداد وتنحب الوداد غادي معاها ان شاء الله تنموت ان شاء الله وتنبغي الوداد تنحب الوداد الله يحفظك الله يسلمك محمد السادس.